أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بستينية الاستقلال، هي مناسبة أرادها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقفة مع الذاكرة. تأتي هذه المبادرة لتكرس الإذاعة الجزائرية كمؤسسة مواطنة لا تشعر فقط بدورها الإخباري التقليدي، ولكن أيضاً بمسؤولية المساهمة في حماية الجزائر أمناً واستقراراً وانسجاماً ووحدة وذاكرة. وأنا بينكم في هذا المقام، والجزائر تعيش على بعد أيام قليلة الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. يسرني أن أقدم إليكم باسم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونيابة عنه بتشكراته الخالصة وامتنانه على ما تفضلتم به للمؤسسة الجيش بإهداء هذا الأرشيف التاريخي السمعي الثمين إلى وزارة الدفاع الوطني، والتي ستكون بلا شك عند حسن ظنكم في الحفاظ واستغلال هذا التراث الثري. فلتكن مناسبة سعيدة، محطة لتعزيز أواصر التعاون القائم بين مؤسسات الدولة الجزائرية وبصفة خاصة في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومؤسسة الإذاعة الوطنية.